بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. هذه القطعة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يقرر فيها مسألة عقائدية عظيمة، وهي مسألة الإيمان بالجنة والنار في هذه العبارات، ويذكر من خلالها بعض المسائل المتعلقة بهذه العقيدة، يذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه العقيدة، يعني عقيدة الإيمان بالجنة والنار عند أهل السنة والجماعة. قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى: قال من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر بجميع ما فيه، ومما في اليوم الآخر الجنة والنار. يعني الإيمان بالجنة والنار يدخل ضمن الإيمان بالإيمان باليوم الآخر. قال: وهما دار الجزاء، فالمؤمنون في الجنة التي أعدت للمتقين، والكفار في النار التي أعدت للكافرين، فهما دار الجزاء. يعني هما الدارين اللتين جعلهما الله عز وجل لمآل الناس في الآخرة، ينتهي إليهما مآل الناس في الآخرة، وكل يكون جزاؤه في واحدة من هاتين الدارين. قال: والدنيا دار عمل ليس فيها جزاء، والآخرة دار جزاء وليس فيها عمل، فمن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافر. ولذلك قال: والجنة حق والنار حق. حق يعني ثابتة، وأن الذي لا يؤمن بثبوتها فهو كافر. الذي يكذب بالجنة والنار فهو كافر، كحال بعض الفلاسفة ونحوهم كما يأتي. قال: لأنه لابد أن يشمل الإيمان كل ما صح في اليوم الآخر. يعني الذي يقول أنه يؤمن باليوم الآخر لابد أن يؤمن بكل ما تعلق بالإيمان باليوم الآخر، ومن ذلك الإيمان بالجنة والنار، ومن ذلك الإيمان بفتنة القبر تعريضا بالأحوال والأحداث التي نمر بها. فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وفي ذات الوقت يكذب بفتنة القبر، فهذا ليس مؤمنا باليوم الآخر، لأن فتنة القبر هي أول منازل اليوم الآخر، والجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر. قال: فمن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافر،
لأنه لابد أن يشمل الإيمان كل ما صح في اليوم الآخر، ومن ذلك الجنة والنار. هذا مذكور في القرآن في مواضع، فالذي يكفر بهما أو يؤولهما كالقرامطة والباطنية فإنهم يؤولونهما، فهؤلاء كفار بالله عز وجل وإن زعموا الإسلام، فهم يؤولونها على أنها عذاب معنوي أو نعيم معنوي، وهو عذاب حقيقي ونعيم حقيقي، والذي يقول بخلاف ذلك فهو كافر بالجنة والنار. قال: فلا بد من الإيمان بالجنة والنار، وأنهما داران حقيقية، دار للمتقين ودار للكافرين، وهما باقيتان وهما موجودتان الآن. كل دي مسائل في الحقيقة، الجنة والنار موجودة، الجنة والنار باقية، الجنة والنار حقيقة ليست مجرد شيء معنوي، هذه كلها مسائل. نعم. قال: وباقيتان لا تفنيان. قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. هذا دليل على ماذا؟ على وجودها، موجودة أعدت للمتقين. وقال في النار: أعدت للكافرين. قال: وكلمة أعدت دليل على أنها موجودة ومعدة، وليس معناه أنها تخلق فيما بعد، هذا تأويل بعض طوائف من أهل البدع، فقالوا قوله تعالى أعدت معناه يعني أنها ستكون موجودة، كما هو يعني في سياق بعض المواضع في القرآن، أن يخبر القرآن بسياق الماضي على المستقبل، كما هو في قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فهذا إخبار بالماضي على أمر مستقبل، لكن هذا أيضا في السياق ما يدل على أنه أريد به المستقبل، لكن هذه الآية يراد بها ما انتهى وحصل، والأدلة تدل على ذلك غير الآية. قال: دليل على أنها موجودة ومعدة، وليس معناها أنها تخلق فيما بعد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء تدل على وجود الجنة والنار، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وبعض الروايات قال: إن أشد ما تجدون في الصيف من حر فهو من فيح جهنم. فهذا إخبار على وجودها وأنها موجودة، وأن لها آثار وأثر يظهر ويعرف في الناس. وقال: في شدة البرد جعل الله لجهنم نفسين، نفسا في الصيف وذلك أحر ما تجدون، ونفسا في الشتاء وذلك شدة البرد، فهو من زمهرير جهنم. فهذا دليل على أنها موجودة، فهذا إخبار عن وجودها حال الدنيا، حال الدنيا، بخلاف من كذب بها من بعض الطوائف أنها موجودة الآن، وإن كان يصدق بها أنها ستوجد، كما يأتي إن شاء الله عن المعتزلة، فإنهم يقولون هي ستوجد لكنها غير موجودة، ويقولون أن وجودها الآن عبث، وأن وجودها الآن لا داعي له، سواء الجنة أو النار، يقولون هذا عبث، فلماذا توجد الجنة فارغة ولماذا توجد النار فارغة؟ وهذا ضلال بناء على عقيدتهم الفاسدة وأصلهم الفاسد، وهو أنهم يقدمون بالفعل العقول على النقول، بل عقولهم الفاسدة. أي نعم. قال: فدل على أنهما موجودتان، والجنة كذلك موجودة أعدها الله للمتقين، ووكل بها ملائكة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الشاهد في قوله بأن الجنة حق والنار حق، وفي استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل أنه قال لقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق. حق هنا يعني كما أخبرت، وقد أخبر تعالى في القرآن بأنها موجودة أعدت، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة موجودة، والأدلة من السنة كثيرة جدا أيضا. ولعل من أشهر ذلك حديث جبريل الشهير، وهو الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار قال لجبريل اذهب فانظر ما أعددت لأهلها فيها، قال فذهب فنظر إلى الجنة، فلما رجع قال يا ربي لقد ظننت أن لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره. قال فلما ذهب إلى النار ورجع فقال والله يا ربي لقد ظننت أنه ما سمع بها أحد إلا فر منها، أو كلمة نحوه. قال فأمر الله عز وجل فحفت النار بالشهوات، إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من أشهر وأقوى الأدلة على وجود النار، لقوله لما خلق الله الجنة ولما خلق الله النار، إذن هي خلقت وانتهي من خلقها. وكذلك أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه رأى الجنة وأنه رأى النار، وقال في بعض الأحاديث لما رآه أصحابه تقدم وتناول شيئا قال لقد رأيت الجنة، ولما تقدمت كدت أتناول عنقود من عناقيد الجنة أو فاكهة الجنة، ولما تقعقعت رأيت النار، فما رأيت منظرا أفظع قط منها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على وجود النار، وأنها موجودة، وأن الجنة موجودة، وأنها مخلوقة، لا أنها ستخلق، لا بل هي مخلوقة أعدها الله تعالى. والحكمة من وجود الجنة والنار من قبل وجود أهلها أن الله عز وجل خلقها ليخوف أهلها، ليخوف عباده بها، وليرغب عباده فيها، أي يخوف عباده من النار ويرغب عباده في الجنة. فإنهم كلما سمعوا عن الجنة أو سمعوا عن النار ازدادوا رغبا ورهبا، وكلما أخبرهم الخبر بذلك كلما أيقنوا هذا، بخلاف ما لو قيل لهم سيكون، فهذا أبلغ في الترهيب وأبلغ في كذلك الترهيب. ثم كذلك من الحكم أن وجود الجنة والنار الآن، لأن الله عز وجل يسعر النار ويزين الجنة، فيسعر النار كل يوم ويزين الجنة كل يوم، فالجنة تتزين كل يوم زيادة على زينتها عن اليوم الذي قبله لأهلها، والنار تزداد سعيرا عن اليوم الذي قبله، مما يرهب ويرغب في أن العذاب يزيد والنعيم كذلك يزيد، وهكذا. والله أخبرنا بذلك فيجب الإيمان بذلك، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك
فيجب الإيمان بذلك. قال: وفي استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل أنه قال: لقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق. قال قوله: وإنهما مخلوقتان، أي مخلوقتان الآن، الآن موجودتان الآن. وخالف في ذلك كما أشرنا المعتزلة والقدرية، خالفوا في ذلك وقالوا أنها ستخلق، وأما خلقها الآن فهو عبث، وهذا كما سبق لفساد منهجهم وفساد أصلهم الذي يقيمون عليه أمرهم، وهو تقديم العقول هذه الفاسدة على النقل والشرعي. قال قوله: الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. قال قوله: الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. قال: هذا صح في الحديث، والحقيقة هذه العبارة فيها نظر. آسف أستغفر الله، أنا اختلط علي دخول الكلام عن النار. قال قوله: الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، وهذا صحيح كما أشار الشيخ حفظه الله تعالى. قال: هذا صح في الحديث. قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال: دل على أن الجنة في السماء في عليين. الشاهد من الحديث: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، والفردوس أعلى درجة في الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ثم قال: وفوقه عرش الرحمن، وفي بعض الروايات وسقفه أو وسقفها عرش الرحمن. فدل ذلك على أن الجنة في السماء في عليين، في أعلى عليين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أعلى شيء. قال: والنار في أسفل سافلين. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. قال: والنار في أسفل سافلين، هذا قول بعض أهل العلم، وإلا فالعلماء على 3 أقوال في مكان النار. فمنهم من ذهب إلى أن النار في أسفل سافلين، في الأرض السفلى، كما ذكر صاحب المتن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال: والنار تحت الأرض السابعة السفلى. فهذا قول قال به بعض العلماء. ومنهم من قال ولم يذكر عددا ولم يذكر أرضا أو سماء، إنما قال في أسفل سافلين، في أسفل سافلين. ومنهم من قال بالتوقف، وهذا هو الصواب والله أعلم، وهذا هو الصواب والله أعلم. فإنه لم يرد في كون الجنة، في كون النار في الأرض السفلى أو في أسفل سافلين دليل صحيح صريح، لم يرد في ذلك دليل. وعلى ذلك فالتوقف هو الصواب، فإننا نثبت وجود النار وأنها موجودة ومخلوقة، لكننا لا نعلم مكانها. نعم نعلم مكان الجنة أنها في السماء، لكن لا نعلم مكان النار، وهذا الصواب في هذه الأقوال والله أعلم. وبه قال طائفة من أهل العلم. قال قوله: قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها. قال في الشرح: الله جل وعلا علم كل شيء
بعلمه الأزلي، ومن ذلك أنه علم أهل الجنة ومن يدخلها، وعلم أهل النار ومن يدخلها، هذا قبل أن يخلقهم علم من سيكون للجنة ومن سيكون للنار. لا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى شيء، كل شيء علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. يعني الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، بل ومن قبل أن يخلق الجنة والنار ومن قبل أن يخلق أهلهما علم الله سبحانه وتعالى من سيكون في الجنة ومن سيكون في النار. قال قوله لا تفنيان أبدا، قال الجنة والنار داران باقيتان لا تفنيان أبدا، وهذه مسألة أيضا مهمة في هذا الباب، وهي مسألة من المسائل كذلك التي خالف فيها من خالف، بل خالف فيها بعض أهل الحق، يعني خالف بعض أهل الحق أهل السنة في هذه المسألة، ويأتي الإشارة إليه بعد قراءة هذه الفقرة. قال قوله لا تفنيان أبدا، يعني الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا، فعمر الجنة والنار عمر أبدي، عمر أبدي. قال الجنة والنار داران باقيتان لا تفنيان أبدا، وهذا فيه رد على من يرى أن الجنة والنار تفنيان ويقولون لئلا تشارك الله في البقاء، وهم الذين يمنعون التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، اللي هم يعتقدون مسألة امتناع حوادث لا نهاية له. تذكرون في العقيدة الطحاوية لما كنا نتكلم عن بعض الفلاسفة وبعض المعتزلة الذين يعتقدون امتناع حوادث، أما دي تسميات أهل الكلام والكلامية، يعتقدون امتناع حوادث لا نهاية له. يعني ماذا؟ الذي لا نهاية له هو الله سبحانه وتعالى. طبعا دي ألفاظ المتكلم مش ألفاظ أهل السنة والجماعة، فهم يقولون بامتناع حوادث لا نهاية له، يعني بالتعبير البسيط جدا في كلام أهل السنة والجماعة أنه لا يوجد شيء، لا يوجد شيء يؤبد أو يعني يكون مؤبدا، وأنه لا يكون شيء له أبد دائم إلا الله سبحانه وتعالى، هذا ما يقصدون، وهذا باطل طبعا، وهذا باطل. هم يظنون أن هذا تنزيه لله عز وجل، وهذا تكذيب لله سبحانه وتعالى، هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبر سبحانه وتعالى أن الجنة باقية والنار باقية، وأن بقاءهما أبدي، والأدلة كثيرة في القرآن يذكر فيها خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. ثم هذا الأبد الذي ربما بعضهم يحاول أن يوجهه توجيه آخر ويقول عند العرب يستعملون لفظ الخلود ولفظ التأبيد يراد به الإيش؟ طول الزمان أحيانا، فهذا مردود عليه بالأدلة الصريحة، الأدلة الصريحة من أن النار لا تفنى ولا تبيد. وأنا لولا يعني أن احنا عايزين نخلص النار درس الحج لكنت قرأت عليكم أدلة كثيرة جدا التي تدل على هذه المسألة، لكن لعل من بين هذه الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة ويذبح بين أهل الجنة وأهل النار، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فالجنة باقية والنار باقية. ومن قال بهذا فهذا كلام باطل. قال وهم الذين يمنعون التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل جهلا منهم، ونقول هناك فرق بين أبدية الله وأبدية الجنة والنار. أبدية الله جل وعلا
لائقة به، صفة من صفاته جل وعلا. وأما أبدية الجنة والنار فهي بإبقاء الله وخلق الله سبحانه وتعالى. هذا التأبيد للجنة والنار ما كان إلا بمنح الله عز وجل لهما ذلك، أما الله تعالى فهذه صفة له. أما الجنة والنار فاكتسب ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال فهي أبدية مكتسبة، الله جل وعلا هو الذي أعطاها التأبيد. أما الله جل وعلا فأزليته وأبديته صفة من صفاته، صفة ذاتية. هنا نقف وقفة سريعة أيضا مختصرة مع هذه المسألة، وهي مسألة بقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وأن بقاءهما بقاء أبدي. لكن هناك من خالف في ذلك، نعم، من أهل الضلال الكثير، بل وقع في هذا الخطأ بعض أهل الحق كما سنشير. فممن خالف في ذلك أولا الجهمية، فهم يقولون بفناء الجنة والنار معا، يقولون بفناء الجنة والنار معا، يعني الجنة والنار الاثنين هيفنيان. وإحنا بنقف على عبارة معا لماذا؟ لأن هناك من قال بفناء إيش؟ النار وحده. فالجهمية يقولون بفناء الجنة والنار معا على التأويلات الفاسدة المختلفة عندهم، ويعني من شاء الحقيقة يعني تفصيل المسألة فليراجع كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر، هذا كتاب رائع في هذه المسألة، وفيه ذكر شبهات من تكلم في مسألة فناء الجنة والنار. أيضا من ذلك الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة أيضا يقولون بقول في الجنة والنار يخالف قول أهل الحق، فقالوا بأن الجنة بأن آسف النار، الخوارج والمعتزلة قالوا بأن النار يخلد فيها من دخلها، يخلد فيها من دخلها ولا يخرج منها أبدا. وهم بذلك قد جمعوا بين الكفار وبين عصاة الموحدين، فيقولون بأن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار خلدوا فيها كخلود الكافرين. وممن خالف أيضا في ذلك اليهود لعنة الله عليه، فاليهود يزعمون أيضا أنهم يعذبون في النار 40 ليلة، يعذبون مدة من الزمن قليلة جدا ثم يخرجون من النار، وهم يقولون في ذلك أقوال لأنهم فعلوا كذا أو فعلوا كذا ذنبا معينا، لكنهم سيخرجون من النار يوما، والنار لن تكون إلا لغيرهم من كل الملل، يعني لغيرهم. أما اليهود فهم لا تمسهم النار إلا أياما معدودات، وهذا من فساد أيضا اعتقادهم. ومن من خالف أهل الحق في ذلك يعني رأس الاتحادية الحلولية ابن عربي الفيلسوف المنتسب إلى الصوفية، هذا الذي يزعم كذلك أن أهل النار ستتغير صفتهم بعد مدة من الزمان في النار ويتحولون إلى ناريين. يعني ناريين عنده بقى لها تفاصيل كده، ما خلاصتها أنهم يتلذذون بعد ذلك به النار ليبقوا فيها، وهذا باطل. والله أخبر أن أهل النار يظلون يعذبون فيها، بل العذاب كلما مر عليهم الزمان اشتد عليهم العذاب أكثر وأكثر، ونعوذ بالله من هذا الضلال. أيضا هناك من قال بأن النار تفنى، أما الجنة فهي خالدة باقية. قال بأن النار هي التي تفنى وأن الجنة هي الخالدة الباقية،
وهذا القول مال إليه الجبلان الكبيران ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم غفر الله عز وجل لهما. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم ورد عنهما أيضا أنهما قال بعدم فناء النار، بعدم فناء النار، يعني ورد عنهما كلام بفناء النار وورد عنهما كلام بعدم فناء النار. والعلماء كلامهم كثير في ذلك، خلاصة وملخص ذلك أن بعض العلماء يقولون أن ابن تيمية لما قال ذلك قال في أول مراحل العلم، مال إلى هذا الرأي، ثم بعد ذلك عدل عنه وقال بخلافه بأن النار لا تفنى. واستدلوا هم على ذلك، أو استدل ابن تيمية على ذلك بأحاديث إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة، ولذلك لا يقبل ما استدل به رحمه الله تعالى. ولذلك هذه المسألة من زلات شيخ الإسلام تيمية، إن صح أنه لم يرجع، وإن كان موجود في مجموع الفتاوى كلام كثير جدا له يدل على أنه قال بخلاف ذلك، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وهناك هذه المسألة مطروحة بتفصيل جيد وجميل، ومطروحة بطريقة جميلة جدا، ومعها مناظرة جميلة جدا رائعة، كنت أتمنى أن أقرأها عليكم، لكن يعني تحتاج إلى درس كامل لوحدها، بين الشيخ محمد أحمد ابن محمد الأمين الشنقيطي، وبين الشيخ الأمين الشنقيطي والشيخ إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم وبعض المشايخ الكبار في هذه المسألة، وذلك لأن بعضهم تأثر برأي ابن تيمية وقال به، فأقام عليهم الشيخ محمد ابن أحمد الأمين الشنقيطي، الشيخ أحمد ابن محمد الأمين الشنقيطي أقام عليهم الحجة في هذه المسألة حتى أقنعهم جميعا وقالوا رجعنا عن ذلك، في مناظرة لطيفة جميلة جدا، من شاء أن يرجع إليها فهي موجودة في كتاب اسمه مؤلفات في دائرة الضوء، مؤلفات في دائرة الضوء، هذا الكتاب كتاب رائع جدا وجيد، ويناقش مسائل عقائدية مهمة، وهي منها هذه المسألة، مسألة القول بفناء النار المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ونعم، وقد تتابع العلماء بعد انتشار هذا القول عن شيخ الإسلام أو نسبته لشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، تتابع العلماء في الرد على ذلك وتفنيد ذلك، وكتبت في ذلك المؤلفات في الحقيقة الكثيرة جدا، ومن أشهرها يعني ما كان من الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى الذي يعني أسهب في الرد في هذه المسألة. وعليه فالقول الحق هو أن الجنة باقية والنار باقية لا تفنيان، وأنهما موجودتان وجودا أبديا. ولذلك المصنف هنا بالغ في يعني شدته لبيان هذه المسألة بأن قال بقاءهما مع بقاء الله أبد الآبدين، يعني كأنه يريد أن يقول اللي يقول أن الله عز وجل لا يكون يبقى يقول الجنة إيش والنار لا تكون، وذلك لبيان أنها باقية أبدية. نعم، نار الموحدين، أي نعم، هذا اعتذار بعض أهل العلم بالفعل، فهناك بعض أهل العلم اعتذروا عن ذلك وقالوا لعل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالفعل أراد نار الموحدين، يعني ماذا؟ أن النار دركات والعياذ بالله، أعلى دركات النار هي نار عصاة الموحدين، ومعلوم أن عصاة الموحدين سيأتي يوم ولا يكون في النار موحدا، فسيخرج كل من كان موحدا من النار، وآخر ذلك من يخرج برحمة الله عز وجل بعد شفاعة الأنبياء وشفاعة الشافعين،
فيقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال أو أدنى مثقال ذرة من إيمان. فعليه بعض أهل العلم حملوا هذا اعتذارا عن الأئمة بالفعل، وقالوا لعلهم يقصدون فناء النار التي خصت بعصاة الموحدين، وهذا أيضا مردود عليه حتى ولو قيل بالجزء الإيش الخاص بفناء نار الموحدين، فإنه قد جاءت الأدلة الأخرى الكثيرة التي تدل على أن أهل النار يرثون مكان عصاة الموحدين، بل يرثون من قبل مكان من دخل الجنة. كل إنسان في الدنيا، كل إنسان خلقه الله تعالى له مقام في الجنة وله مقام في النار، فأهل الجنة يرثون مقام أهل النار في الجنة، وأهل النار يرثون مقام أهل النار في الجنة. وعليه فهذه المسألة يعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني تكون من يعني زلات شيخ الإسلام، أو أنه رجع عنها، وده أحب إلينا. وإن لم يثبت حتى الرجوع فشيخ الإسلام أحب حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا، وهو بشر يخطئ ويصيب. لكن ورد في كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في الحقيقة كثير من الكلام الذي يدل على أنه كان يرى عدم فناء النار، فليراجع يعني في محله. قال قوله ودهر الداهرين، قال دهر الداهرين تأكيد، قال يعني كما قال أبد الآبدين دهر الداهرين، هي نفس المعنى. قال قوله وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، قال لما خلق الله آدم وحصل ما حصل من إكرام الله له وإظهار فضله على الملائكة، حسده إبليس على ذلك وأبى أن يسجد له، عصى الله عز وجل من باب الحسد والكبر. الله جل وعلا قال لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. فهبطوا إلى الأرض، وقد غفر الله لآدم لأنه تاب إلى الله هو وزوجه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. قال فتاب آدم وحواء عليهما السلام إلى الله فتاب الله عليهما، أما إبليس فإنه استمر في غيه ولم يتب، ولذلك طرده الله من رحمته ولعنه وجعله قوادا لكل شر، أي دليلا يعني لكل شر. هذه الفقرة المقصود منها من كلام المصنف أنه أراد أن يبالغ في التأكيد على وجود الجنة وأنها مخلوقة، فقال وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية، لأن هناك خلاف بين علماء أهل السنة، في هل كان آدم عليه السلام في جنة البقاء والخلد التي يجعلها الله عز وجل للناس دار الخلد، أم كان في جنة من الجنان التي خلقها الله عز وجل. هناك خلاف موجود بين علماء يعني أهل السنة، والأقرب هذا القول أنه كان في جنة الخلد لورود ما يدل على ذلك في ظاهر القرآن في أكثر من موضع. قال قوله فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، قال إخراجه من الجنة عقوبة له على معصيته، لكنه تاب إلى الله عز وجل كما ذكر الله ذلك في القرآن. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.